خدمة تحرز تحرز بدنا خدمة تحرز ولو بدنا خدمة تحرز. صباح الخير لكل موجودين معنا على هوا راديو روزانا، ايضا نرحب بكل اللي انضموا لنا على البث المباشر عبر صفحه روزانا الرسميه على الفيسبوك. اليوم بفقرتنا الاسبوعيه بدنا خدمه تحرز رح نتناول موضوعين. بالموضوع الاول رح نتحدث فيه عن الجنسيه التركيه الاستثنائيه وبشكل عام الجنسيه التركيه وطرق الحصول عليها، ايضا شو هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الى سحب الجنسيه الاستثنائيه، وبعض الاسئله المهمه رح نتوجه فيها الى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف كاتب أغلو، مشكور هو موجود معنا عبر الاتصال الهاتفي. أما بالملف الثاني رح نتناوله على الساعة 11 تقريبا، رح بيكون حول الرابط اللي فتحته مديرية الهجرة في مدينة غازي عنتاب وسمحت فيه للسوريين بتقديم اقتراحاتهم مشاكلهم والمواضيع المهمة اللي بحبوا يشاركوا فيها مديرية الهجرة. الرابط كان متوفر بلغتين، اللغة العربية مع التركية وأيضا باللغة الإنجليزية مع اللغة التركية. رح نتعرف أكثر تفاصيل بهذا الموضوع، وأكيد سعيدة أنكم تتابعونا وتشاركوا معنا البث المباشر. خلوني بداية أرحب بضيفي الأول الأستاذ يوسف كاتب أغلو، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا على هوا راديو روزانا. صباح الخير، تحياتي لكم وللسادة المستمعين. أستاذ يوسف رح أبدأ معك من الحدث الأخير اللي صار واللي تم تداوله على وسائل الإعلام وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير، وهو الحدث اللي صار حول إلغاء ملفات الجنسية لعديد من السوريين كانوا ناطرين صار لهم فترة، خاصة يعني بالمرحلة الرابعة. فكان الحديث عن في أسباب حول هذا الموضوع، حابة نرجع نذكر شو هي الأسباب وكمان نتعرف أكثر على الأسباب اللي ممكن تلغي الجنسية التركية الاستثنائية. نتكلم عن أنه الأزمة السورية التي ألقت بذلالها بقوة على الوضع في تركيا، وبالتالي أدى هنالك إلى استقبال الملايين من الضيوف السوريين إلى تركيا، صدرت قوانين. من أهم هذه القوانين هو قانون الجنسية الاستثنائية من قبل السلطات التركية لمن تتوفر فيه الشروط اللازمة. ومن أهم هذه الشروط واحد أن يكون هنالك الأوراق النظامية، سواء كانت من الكملك أو كانت من الثبوتيات الأصلية. ثانيا أن يكون هنالك مستوى تعليمي، شهادات تعليمية معينة. ثالثا أن يكون هنالك ما يسمى مؤهلات أخرى تعطي قيمة مضافة لصاحب الطلب. رابعا أن يكون هنالك لا حكم عليه، أن يكون هناك عدم وجود أي جنح، سواء كانت جنح سياسية أو قضائية أو جنائية أو غيرها. خامسا أن تكون هنالك ما يؤمن له عمل أو له دخل مادي أو يستطيع أن يعيد نفسه بنفسه. هذه أهم الشروط الأساسية بالنسبة لهذا القانون. هذا قانون استثنائي، يعني فقط للسوريين وليس لغير السوريين، وتم التصنيف على هذا الأساس، وبالتالي تم تجنيس ما يقارب 93 ألف عائلة تقريبا. إذا وسطي أن كل عائلة 4 إلى 5 أفراد، نتكلم عن تقريبا 330 ألف مجنس كأفراد بالعموم من الجالية السورية. ولكن في الفترة الأخيرة هنالك ما يزال الكثير، آلاف عشرات الآلاف من الملفات ما تزال قيد التدقيق والتحقيق، وهذه شيء طبيعي في المراحل المتطلبة للجنسية. ومن أهم هذه المراحل هي المرحلة الرابعة أو ما تسمى المرحلة الأمنية، والتي يتم فيها التحقق والتأكد من أن لا هناك تزوير في الأوراق أو غير متورط في أي أعمال ربما تمس الأمن القومي التركي، الذي يعتبر خط أحمر في قضية أخذ الجنسية الاستثنائية من تركيا. وجدنا في آخر فترة نعم هنالك 7000 ملف تم استثنائهم وتم سحبهم من السيستم التجنيس الاستثنائي، وهذا طبعا كان بسبب عاملين أساسيين. العامل الأول الفترة الزمنية التي هي طالت ولم تنتهي التحقيقات في المرحلة الأمنية، 24 شهر هي الفترة الزمنية في السيستم، وبالتالي من لم يتم التأكد من وضعه الأمني
وانتهت الفترة الزمنية فالسيستم تلقائيا قام بحذفه. العامل الآخر، هنالك من هو متورط من بعض الموظفين في النظام التجنيس في الإدارة التركية، وربما هؤلاء ضد توجه الحكومة، سواء كانوا يتبعون لأحزاب أخرى كالحزب الشعب الجمهوري كالحزب القومي أو الحزب الكردي، وموظفين في دائرة التجنيس أو دائرة الهجرة والجوازات، وربما تعمدوا تأخير بعض الملفات ليتم حذفها. بالنتيجة والمحصلة، الآن ما تم الإعلان عنه أنه سيتم مراجعة وتمحيص وتدقيق من تم سحب ملفه من التجنيس بشكل مباشر وليس بشكل آلي، أي سيتم إعادة النظر في من تم سحب ملفه. وهذا لا يعني أنه سيضمن الحصول على الجنسية، وأيضا لا يعني أن من حصل على الجنسية هو في منأى من التدقيق مرة أخرى. طيب شو السبب، يعني النقاط اللي ذكرتها حضرتك، وخاصة الوضع الأمني والتدقيق على الوضع الأمني، وخاصة أنه ممكن يكون وقع مثل ما ذكرت حضرتك بعض يعني خلينا نقول بعض الإجراءات الغير صحيحة تمت من بعض الموظفين بخلال هذه الفترة، أدت إلى حصول بعض السوريين على الجنسية الاستثنائية. نتعرف من حضرتك على الأسباب الممكن تؤدي إلى سحب هاي الجنسية بعد تدقيق الأوراق من جديد، وهل هذا رح يشمل كل اللي تجنسوا أم اللي مثلا بفترة معينة حصلوا على الجنسية؟ طبعا لابد أن نقول بأن تركيا دولة قانون، وبالتالي القانون هو الذي يحكم وليست الأهواء أو الأفراد أو الأشخاص. والقانون عندما تم سنه من أجل الإخوة السوريين للتجنس بالجنسية الاستثنائية التركية، كان ينص على أنه حتى لو تم إعطاء الجنسية ففي حال ثبت بأن هنالك أي تجاوزات أو تقييم خاطئ أو أن هنالك أوراق غير صحيحة مزورة أو خطر على الأمن القومي التركي، بمعنى أن هذا الشخص متورط بعلاقات مشبوهة مع أنظمة، سواء كان مع النظام السوري الذي هو مسؤول عما يحدث للسوريين هنا أو في كل بقاع الأرض، النظام القاتل نظام بشار، أو له علاقات مشبوهة أيضا مع مجموعات إرهابية شكل خطر على تركيا مثل المجموعات البي واي دي واي بي جي بي كي كا داعش وغيرها، فبالتالي سيتم سحب الجنسية منه فورا، هذا غير قابل للنقاش. بعد هذه المرحلة الآن من تجنس وأخذ الجنسية التركية هو برسم القانون سيتم التدقيق والتحقيق حتى لو كان يحمل الجنسية للتأكد من الثبوت، وهذا ستستغرق سنتان. هو من تجنس ليس في منأى عن السؤال وليس في منأى عن سحب الجنسية. يعني أستاذ يوسف، أنا حابة أتأكد من حضرتك هنا، هذا الشيء بيشمل الجميع سواء كانت استثنائية أو غير استثنائية؟ صحيح 100%. نعم. طيب أنا هون حابة لنفترض أنه ثبت أنه في كان تزوير بشهادات أو في مشاكل أمنية على أحد أفراد الأسرة اللي حصلوا على الجنسية التركية، ولكن نحن بنعرف أنه كانت ملفات العائلة أحيانا ملفات عائلية تقدم، يعني الوالد والوالدة والأطفال اللي معاهم. في حال ثبت هذا الشيء مثلا بجهة الوالد، هل بتسقط الجنسية أيضا عن الأم والأطفال؟ لا طبعا، فقط من هو صاحب الجنحة أو صاحب التقصير أو صاحب المشكلة تسحب عنه، ولكن من أعطيت لمرافقيه سواء زوجته أو أولاده لا يتم سحبهم الجنسية، لأنهم غير معنيين بما تم اقترافه من قصور أو من ربما أمر يمس الأمن القومي التركي. طيب ذكرت حضرتك أيضا أنه في أحيانا الوثائق أو الوثوق الأوراق الثبوتية اللي تقدم عند الحصول على الجنسية إذا كانت مزورة هي بتعمل مشاكل ممكن تؤدي بعدين لسحب الجنسية، أو المشاكل الأمنية اللي ممكن هي تكون إلى درجة الأهمية الأكبر. هل ممكن يكون في حال كانت الشهادات مزورة أو غير صحيحة أو عدم، يعني ما في إمكاني نحصل عليها للنسخة الأصلية من داخل سوريا بسبب الظروف اللي كانت موجودة، ممكن هون الشخص يتقدم بطلب استرحام يتم النظر له يعني بعين الاعتبار اكثر من انه لو كانت مشاكل امنيه، يعني يكون في خلينا نقول مو معامله بنفس الطريقه بالحالتين؟ لابد ان نقول بكل صراحه وبكل وضوح، يجب ان لا يكون هنالك اي اوراق مزوره عند تقديم الطلب. من قدم اوراق مزوره او غير صحيحه بسبب ربما اجتهد بأنه لا يستطيع الحصول على أوراق من داخل السوري وبالتالي من خلال المكاتب الوسيطة، فهذا لن يعفيه من المساءلة، ويجب أن يكون هنالك شفافية مطلقة وتقديم الأوراق الصحيحة.
سواء المتعلقة بجواز السفر، المتعلقة بشهادات التعليم، المتعلقة بأي شيء. من يرضى بالتزوير فهو يعتبر بالنسبة للحكومة التركية هذا خارج عن القانون. القانون لا ينظر إلى الأعذار والأسباب، القانون واضح المعالم، وبالتالي يجب تصحيح هذا الأمر. نعم ربما هنالك التصحيح يكون بماذا؟ بتقديم الشهادات الحقيقية، أو بإعطاء الأوراق الثبوتية الصحيحة، أو بتقديم ما يلزم من مزايا أخرى. ولكن إذا ما ثبت أن هنالك تزوير فهذا هو سيكون سبب. أتكلم عن من لم يحصل على الجنسية، الذين الآن ضمن التقييم، الذين تم سحب الآن استثناء ملفاتهم بشكل أوتوماتيكي، الآن سيتم تدقيقهم بشكل مباشر من قبل الموظف بشكل مباشر. إذا ما كان هنالك أوراق غير صحيحة على صاحب الطلب أن يبادر بتصحيح هذا الخطأ، وأن يبادر قبل أن يتم التقييم ويتم رفض طلبه، يقول إنه هذه أنا أوراق، هذه الأوراق هذا هو الصحيح، ويقدم طلب بأنه لم يستطع أن يحصل على الأوراق الثبوتية، والرجاء عدم الأخذ بالاعتبار ما تم تقديمه من أوراق، هذه أوراق غير صحيحة. المبادرة هي تقي النتائج السلبية، تقي رفض الجنسية. أما من قدم أوراق غير صحيحة وحصل على الجنسية فهذه ستكون مشكلة كبيرة. المقام الرسمي والدوائر الرسمية التي إذا ما دققت في الجنسية وثبت ذلك فنعم سيتعرض للمساءلة القانونية. المساءلة القانونية تقع ليس فقط على السوري الذي حصل على الجنسية التركية، يتقع على كل فرد تركي في تركيا عندما يقوم بتقديم أوراق مزورة، فهنا سيحصل على حكم قضائي لأنه ارتكب تزويرا وربما تسحب منه الجنسية. نعم، حابي كمان أسألك يعني أستاذ يوسف سؤال هو هاجس لكثير من المقيمين بتركيا، خاصة حملة البطاقة الحماية المؤقتة أو حتى الإقامة السياحية وأذون العمل من السوريين ورغبتهم بالحصول على الجنسية التركية. يعني البعض حصل على الجنسية الاستثنائية، البعض ممكن حصل بحكم الزواج أو بالأصول، لكن عدد كبير لسه من السوريين هو إقامته هي إقامة مؤقتة بتركيا وما عنده إمكانية سهولة التنقل خلينا نقول. فهل ممكن يكون في فترة زمنية أو في نظر اليوم لحتى تجنيس عدد أكبر من السوريين بعدد من الولايات؟ بنعرف أنه موجودين بشكل أكبر، هني كمان متفاوتين الشرائح المجتمعية، فهل في نظر أنه يكون في تجنيس قادم أيضا لعدد من السوريين بالرغم من اللي حصل أخيرا من إلغاء بعض الملفات؟ أختي الفاضلة، طبعا أؤكد وأقول مرة أخرى بأن تركيا دولة قانون. هذه المشكلة بأن من جاءوا إلى تركيا من الضيوف السوريين هم يظنون بأنهم يستطيعوا أن يعملوا ما يريدون أو كما يريدون، ويتم التحايل على القانون بطرق معينة أو من خلال مكاتب، مع الأسف سماسرة استغلوا حاجة المواطن السوري وتم ابتزازهم ماديا. تركيا لا يمكن أن أي أحد أن يتصرف خارج القانون، ومن حصل على أي نتائج التحايل على القانون فهذا ليس معناه بأنه غير معني بالمساءلة القانونية إذا ما اكتشف أمره هو ومن ساعده، سواء كان المساعدة من خلال مكاتب بسيطة أو من خلال حتى بعض الموظفين داخل الدوائر الرسمية. أعود لسؤالي، نعم التجنيس في تركيا هو بالقانون مستمر، التجنيس الاستثنائي ما يزال قائم، لم يتم إلغاء قانون التجنيس. القانون المعلن عنه في الجريدة الرسمية التركية يتيح لمن تتحلى فيهم الشروط أن يحصل على الجنسية الاستثنائية، ولكن هذا القانون الذي يعطي الحقية للتجنيس السوري الأخوة السوريين والمستمر هو كل فترة زمنية كل 6 شهور يأخذ نسبة محددة. هذه النسبة المحددة لا زيادتها أو تقليلها يعتمد اعتماد أساسي على مدى قدرة الكوادر الموجودة في الدوائر الرسمية التركية على استيعاب الأعداد الكاملة. وسطيا هو يحصل بين دائما القوائم تكون بين 50 إلى 60 ألف وسطيا، هذا العدد طبعا هو الماكسيموم، ربما يكون أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقليل، وهذا كل 6 شهور يتم الفرز والإعلان عنه في الجهات الرسمية أو حتى أونلاين. نقطة مهمة جدا، أنصح الجميع من الضيوف السوريين الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية، واحد أن يكون أن تكون هنالك جميع معاملاته وأوراقه نظامية، أن يكون له عنوان دائم حقيقي وليس عنوان مؤقت أو غير حقيقي، أن يكون تواصل من خلال
أي دولة أن يحصل على الشفرة الإلكترونية الخاصة به، وأصبح متيسر للجميع الآن من خلال الرقم الوطني في الكملك أو الهوية المؤقتة أن يحصل على أي دولة، وهي المعاملات الرسمية مع الحكومة التركية من خلال النظام الإلكتروني. أخيرا يجب أن يكون هنالك تواصل، أن يراجع هو بنفسه، كل حسب مدينته الهجرة، شؤون الهجرة، وأن يدقق ويسأل إذا ما كان هنالك أسئلة معينة أو نقص في الأوراق، هو يقوم بمتابعة أموره بنفسه، لا يعول على مكاتب ولا يدفع لأحد أي أموال. وهذا أهم بند، عدم الالتفاف على القانون ومتابعة الأمور بنفسه. أعطيك نقطة مهمة جدا، كان من السابق للتنقل بين المدن كان السوري لابد أن يحصل على إذن تنقل بين المدن، الآن تم إلغاء هذا، ليس إلغاء وتم تسهيل هذا الأمر، فبالإمكان الحصول على ورقة التنقل السوري بين المدن من خلال الإي دولت. والإي دولت هذا سهلت الجميع أن يحصل على ما يريد. النقطة أخيرة ربما تفيد من يريد أن أو الزواج من خلال التجنس من خلال الزواج، سواء كان تزوج تركية أو أخت سورية تزوجت تركي، لابد أن يكون هذا الزواج رسمي، هذا الزواج يوثق رسميا وليس زواجا عرفيا أو زواجا كما يقال بالتركي إمام نكاح، هذا لا ليس له أي قيمة رسمية عند الدولة. فالزواج الرسمي هو الذي يدعم وبقوة قضية التجنيس، ليس للجنسية الاستثنائية وإنما للجنسية التركية العادية. لدينا في تركيا من 7 إلى 10 قوانين تجنس، ليس فقط القانون التجنيس الاستثنائي، لعله أسرعها قانون التجنيس الاستثنائي لبعض الحالات، ولكن هنالك تجنيس بالاستثمار، هنالك تجنيس بتملك العقار، تجنيس بالمشاركة في مشاريع أسهمية ذات رأس مال كبير، التجنيس بإقامة تؤدي إلى التجنيس إذا ما كان ثبت بأنه لديه إمكانية أن يدعم تركيا بمواهب معينة لها قيمة مضافة لتركيا، هذا بالنسبة للتجنيس. أما قضية الإقامات، فالإقامات وأذونات العمل أيضا الكثير من القوانين موجودة وموضوع يطول بحثه، ربما في حلقة أخرى نتكلم فيها. طيب أستاذ، إذا بنرجع لموضوع الزواج، يعني وخاصة ذكرت حضرتك أنه يكون زواج مسجل بشكل نظامي، العديد من السوريات تزوجوا أتراك ولكن هني من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكملك الخاصة بالسوريين، لكن انتقالهم حصولهم على خلينا نقول إقامة عائلية لمدة 3 سنوات كان أمر كتير صعب كونهم ما عندهم جواز سفر، وبالتالي بعد 3 سنوات هني ما قدروا يحصلوا على الجنسية التركية. العديد من السوريات متزوجات برجال أتراك، أو يعني بعض الحالات لسوريين متزوجين بسيدات تركيات، لكن هني ما حصلوا على الجنسية الاستثنائية وما قدروا يحصلوا أيضا على الجنسية عن طريق الزواج بسبب هاي النقطة. فهل ممكن هون يكون في نظر، خاصة أنه أطفالهم صاروا أتراك بس الأمهات ما زالوا سوريات، أو الأزواج ما بقيوا سوريين، ما قدروا يحصلوا على بطاقة أو الإقامة العائلية لا يقدروا يحصلوا فيما بعد على الجنسية؟ طبعا لابد أن نفرق الآن. أنا ذكرت يعني نقطتين في نقطة واحدة، قضية الزواج وقضية التجنس بالجنسية الاستثنائية أو التجنس بالجنسية العادية هما أمر مختلفان تماما. إذا ما كان هنالك، إذا كانت الأوراق نظامية بالنسبة للأخ السوري أو الأخت السورية، فهذا إذا الأوراق نظامية فليس هنالك مشكلة عليها أن ينتظر أو تنتظر دورها في التجنس الاستثنائي وفق الشروط المطلوبة. ولكن إذا ما كان هنالك نقص في هذه الأوراق، أو دفتر العائلة لم يكتمل، أو هنالك أمور غير واضحة بالنسبة لمقدم الطلب، وتزوج من أخت تركية أو تزوجت هي من أخ تركي، فيجب أن يكون هنالك توثيق. قضية التوثيق هنا نقصد فيه فقط هو يحق للتركي أن يتزوج من سوريا إذا ما كان أعزب أو مطلق، وبالتالي عندما يتزوج يتم فتح ما يسمى دفتر العائلة، هذا حق طبيعي هنا في تركيا. يعني دفتر الزواج هو عندما يتم الزواج بشكل رسمي، هذا هو دفتر الزواج، هو دفتر العائلة. وبالتالي من تتزوج من الأخوات السوريات من أي تركي يجب أن تشترط عليه شرط أساسي قبل الزواج، قبل أن تتورط، أن يكون فعلا يستطيع أن يقوم بتسجيلها بشكل رسمي.
أما إذا كانت هي الزوجة الثانية أو الزوجة الثالثة فبنص القانون لن تتمكن ولن يتمكن هذا الزوج التركي من تسجيلها على دفتر العائلة أو دفتر الزواج، لن يقوم يستطيع أن يقوم يصدر دفتر الزواج. وبالتالي إذا لم يستطيع أن يثبتها رسميا فهي في قانون تركيا هي غير متزوجة من تركيا، فبالتالي لا يمكن أن تحصل على جنسية بالقانون ما يسمى طيب أستاذ يوسف، لأنه في يعني في بعض السيدات السوريات، خلينا نحدد السوريات، هني متزوجين زوجي كزوجي أولى من أزواج أتراك، لكن مشكلة عدم قدرتهم على الحصول على البطاقة، بطاقة الإقامة العائلية، هي عدم حصولهم على جواز سفر سوري بسبب الظروف. يعني هني العديد من السوريات خرجوا على المعابر البرية، وبالتالي كان إما الهوية أو حتى بدون هوية، لكن هني من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، فكان شروط حصولهم على بطاقة الإقامة العائلية نتيجة الزواج هو وجود جواز سفر على سبيل المثال، فكان في عدد كبير من السوريات ما قدروا يحصلوا على بطاقة عائلية أو الإقامة العائلية، فهون ما بيقدروا بالتالي يحصلوا على الجنسية التركية نتيجة الزواج بعد 3 سنوات. يستطيعوا طبعا الآن تم استثناء، نعم هذا تم تفهم أن من هنالك الكثيرين أو الكثيرات من أخواتنا السوريات ربما لا يستطيع أن يقوموا بالحصول على جواز سفرهم أو تجديده عندما تنتهي المدة. الآن تم الاستثناء بشكل واضح بضرورة أن يكون هنالك على الأقل إثبات جواز سفر، وإن ولو كان منتهي المدة يجب أن يكون هناك جواز سفر وإن كان قديما، يعني هنالك إثبات جواز سفر حتى لو انتهت مدته فهو يعتبر ساري المفعول ويتم القبول به في المعاملات الرسمية في تركيا وفي الجهات الرسمية. جواز سفر سوري منتهي المدة منتهي الصلاحية يعتبر أيضا ساري المفعول في تركيا لإثبات هوية حقيقية بأنه دخل بشكل نظامي إلى تركيا، بالإضافة إلى الكملك أو الهوية الحماية المؤقتة. بهذه الطريقة تستطيع أن تثبت أو تحصل على ما تريد من أوراق ثبوتية من الحكومة التركية. يعني هون ما بيشترط جواز السفر، ممكن أي وثيقة تثبت أنه أنا دخلت وخرجت عبر المعابر، كمان ممكن تكون خلينا نقول مساعدة بهاي الحالة. نعم ممكن، هذا صحيح، نعم، نعم. ليس بالضرورة أن يكون جواز السفر، صحيح. أستاذ يوسف، كمان في عندي سؤال، خلينا نتحدث عن تسجيل المواليد للسوريين، يعني هني حصلوا على الجنسية الاستثنائية وكانت مثلا الزوجة حامل، وبالتالي هني حصلوا على الجنسية بدون ما يكون عندهم انه لسه طفل، لما ولد الطفل كان لسه هني يعني اوراقهم بالانتظار ما كانوا لسه حاصلين عليها، فهون في بعض الاطفال ولدوا بقيوا سوريين على بطاقة حماية مؤقتة تم استصدارها لإلهم، لكن ملفات أبوهم الأب والأم حصلوا على الجنسية التركية. هون ممكن يكون في أي إجراءات بتنصح فيه لحتى يقدر كمان الأطفال يحصلوا على الجنسية التركية؟ يعني الأطفال طبعا ولدوا بفترة الانتظار. طبعا يتم تقديم طلبات كل الأطفال الذين يولدوا أثناء فترة الانتظار، وعندما يتم حصول والديهم على الجنسية التركية يحق لهم أن يحصل أولادهم دون سن 18 على الجنسية التركية، لأنهم يعتبروا تابعين لهم أو مرافقين لهم، وبالتالي لابد من تقديم طلب، هذا الطلب ليثبت الأوراق النظامية للمواليد وصلة القرابة وتقرير الولادة وكل ما له علاقة بهم من دفتر العائلة وغيرهم، ويتم تقديم الطلب، ومهما طال الفترة الزمنية يتم إعطائهم الجنسية التركية، سواء الفترة الزمنية كانت شهر أو كانت الفترة الزمنية سنة أو أكثر، في النهاية حقهم الطبيعي يرفق الأولاد بمن تم تجنيسهم لآبائهم وأمهاتهم دون سن 18. نعم. كمان أستاذ يوسف بدي أسأل حضرتك بخصوص الملفات الجنسية، حبي أسأل كمان بموضوع اللي بيتعلق بالمقابلات والنصائح اللي ممكن توجه حضرتك أثناء المقابلات، وهل نحن بنستنى أنه يكون تجينا دعوة لحتى نروح نقدم على ملف طلب الجنسية، أم أنه لا نحن نبعث طلبات، سواء في بعض الأشخاص يعني بيبعتوها على البيتيتي لأنقرة أو بيراجعوا مديريات الهجرة، أم ننتظر وصول رسالة أو أي شيء بيخبرنا أنه نحن في دعوة لإلنا لحتى نقدر نحصل على الجنسية التركية؟ طبعا من أهم ما أوصي به الإخوة والأخوات السوريين هو عندما يتم اللقاء والمقابلة طبعا بناء على استدعاء من الجهات الرسمية، هو
الصدق في التعامل مع الجهات الرسمية، إعطاء المعلومات الصحيحة، الإجابة على الأسئلة بشكل دقيق، إعطاء الأوراق والمستندات اللازمة، تقديم العنوان الصحيح، تقديم أي سؤال يجاب بطريقة صحيحة، ودائما الصدق منجاه. يعني دائما الإنسان يكون ملتزم بالقانون، ويكون يعلم بأنه علم اليقين إذا ما كان هنالك لف ودوران فسيتم اكتشافه عاجلا أم آجلا، وليس من مصلحة أحد أن يضيع على نفسه هذه الفرصة. يعني هذه الجنسية الاستثنائية هي فرصة أم تعطى للضيوف السوريين، فيجب الاستفادة منها، ولكن لا يمكن الاستفادة بطرق ملتوية. هذا واحد. أما بالنسبة لقضية الانتظار للتقديم، الانتظار لمجيء الدعوة أو الذهاب للتقديم، هذا يختلف من مدينة إلى أخرى. هنالك مدن في طبعا صلاحية قبول طلبات التجنيس هي من شأن إدارة الهجرة في كل ولاية على حدة. كل ولاية هي صاحبة القرار في قضية الاستمرار في قبول الطلبات أو إغلاقها، ليس قرار بالمطلق على كل الولايات بالكامل. هنالك الكثير من الولايات ما تزال ترحب بقبول طلبات للتجنيس، وهنالك ولايات وصلت إلى الحد الأعلى وبالتالي أغلقت طلبات التجنيس. هذا يعتمد على مدى الكثافة الموجودة، وعلى يعتمد أيضا على ما الوضع الأمني لكل ولاية. نجد أن في الولايات الجنوبية، وأعني هنا كل من عنتاب، كهرمان، مرش، يعني هنا أيضا أنطاكيا أو حطاي، هذه الولايات الآن، مرسين أيضا يضاف ذلك، هي الآن وجود الأخوة السوريين والضيوف السوريين أعلى ربما من السكان المحليين، وهنالك اكتظاظ أكبر، وبالتالي هنالك الآن دقيق جدا، وربما هذا سيأخذ وقت أكثر، وربما بعض الولايات أغلقت أبوابها مؤقتا حتى يتم انتهاء التكدس الموجود من ملفات المراجعين. بعض الولايات الأخرى التي هي قليلة، وخاصة أتكلم عن ولايات في البحر الأسود، من سواء كانت من سامسون، طرابزون، ريزا، كربوك، هذه الولايات الموجودة ربما العدد فيها أقل، ودائما التجنيس. حتى الولايات الغربية الآن نوعا ما، سواء كان في سكاريا، في بورصة، في غرب تركيا، الآن ما تزال التعامل مع ملفات الجنسية أسهل وأسرع. لا أنصح أحد يقوم بتغيير مكان إقامته إلى ولاية أخرى من أجل أن يحصل على الجنسية، يبقى حسب ما حصل على هويته المؤقتة على الكملك، ويقدم، يبادر، يستطيع أن يذهب هو بنفسه ويسأل ويقدم. والآن كل شيء بالنسبة للجنسية الاستثنائية يتم من خلال متابعة السيستم ومتابعة النظام التجنيس من خلال الويب سايت أو الصفحة المعنية لدائرة الهجرة والتجنيس، وبالتالي من خلال هذه المتابعة يستطيع أن يتابع إلى أين وصلت هذه المرحلة. وإذا ما كان هناك أي استفسار، هناك يتواصل مع إدارة الهجرة المعنية، وأتوقع بأن الكل، هنالك من يتقن اللغة العربية ويستطيع أن يعطوا معلومات كافية. نعم، بدي أتشكرك جزيل الشكر أستاذ يوسف كاتب أغلو لوجودك اليوم معنا على هوا راديو روزانا ضمن برنامجنا الصباحي. شكرا، تحياتي. تحياتي لحضرتك. فقرتنا لسه ما انتهيت، رح نتابع أكثر كمان بموضوع تقديم الشكاوي والرابط اللي باللغة العربية اللي تم فتحه من مديرية الهجرة في مدينة غازي عنتاب، خصصته للأجانب والسوريين لتا يكون في فرصة لتقديم شكاويهم وأيضا مقترحاتهم وطلباتهم. رح نتعرف أكثر بعد على الساعة 11 مع الأستاذ عبدالله سليمان أغلو، وهو صحفي تركي مهتم بشؤون اللاجئين، عن الآلية وكيف بده تكون التقديم. نتعرف أكثر بتفاصيل هذا الخبر، وهو موجه للمقيمين في غازي عنتاب، وأكيد مقيمين كل السوريين في غازي عنتاب، وكيف ممكن يترحبوا بطريقة صحيحة. تابعونا أكيد معكم على الساعة 11. الجوية البحرية.
يسعد صباح الكل من جديد على هو راديو روزانا. اسمحوا لي رحب بضيفنا الصحفي المهتم بشأن التركي وشؤون اللاجئين الأستاذ عبد الله سليمان أوغلو. يسعد صباحك أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا فيك من جديد معنا على هو راديو روزانا. صباحكم صباح مستمعي راديو روزانا. حابب نحكي كتير عن موضوع اللي السماح للسوريين بتقديم طلباتهم أو شكاويهم وأيضا اقتراحاتهم في دائرة الهجرة في غازي عنتاب، يعني الموضوع كتير مهم ومبشر، حابي أعرف تفاصيل أكثر من حضرتك. نعم، نيلوفر بالفعل يعني مدير إدارة الهجرة في غازي عنتاب أطلقت رابط لتقديم الشكاوي في القاطنين في ولاية غازي عنتاب فقط. طبعا رابط قديم موجود، يعني شهر السادس 2019 أطلقوا الرابط نتيجة أنه تعرفي مع تدابير كورونا كان توجه الحكومة التركية أنه يخففوا الازدحام ويخففوا التماس مع المواطنين قدر الإمكان. فتم إطلاق هذا الموقع بحيث أنه يمكن لأي شخص عنده مشكلة، إن كان في الإقامة، إن كان في بطاقة الحماية المؤقتة، إن كان رجع عودة طوعية لسوريا وما حسن يفعل كيمكو أو ما عنده قيود أبدا، يعني ما عنده كيمك أبدا، فبإمكانه من خلال هذا الرابط أنه يعبي الاستمارة، في مثل استمارة هي معلومات أساسية ممكن يعبيها، ممكن نحكي فيها شو المعلومات المطلوبة بالضبط استمارة. طبعا كل هذا كمان أيضا الغرض منه تخفيف السماسرة، مثل ما بتعرفوا أنه في كتير صار نتيجة الضغط، نتيجة عدم استقبال المواطنين في معظم الدوائر الرسمية ومن الهجرة، في سماسرة دخلوا على الخط صار يتقاضوا من المواطنين مبالغ ربما لإنجاز بعض المعاملات. وأيضا من سد ذرائع على هذا الباب تم استحداث هذا الموقع والرابط لإدخال الشكاوي. وأكدت إدارة الهجرة أنه في حال وجود أي شكوى أو تقاضى أي شخص من أي مواطن أي رسوم أو أجر، الاتصال على رقم 157 للبلاغ عن الموضوع. هذا بيشمل حتى لما يعني أحيانا بنروح نحن لنحصل على إذن السفر سابقا، أنه بيكون في أحد الأشخاص هو مثل سمسار بيساعدنا أكثر لحتى نحصل على إذن السفر ضمن أوقات معينة، رغم أنه أحيانا بيكون ممنوع مقابل أجر مالي. فكمان ممكن هاي صارت في فرصة أيضا أنه نحن نتوجه بالمشكلة بالإضافة لنقل الكملك أو يعني الأمور التالية الخدمية اللي بتساعدنا حصرا بمدينة غازي عنتاب. نعم، يعني الله، إذا نتحدث عن الاستمارة فيها قلت لك معلومات أساسية ممكن نحكي عنها. جريت. أول شيء في نوع الطلب. نعم. ممكن يكون هو طلب أو شكوى أو اقتراح لازم يتفعل. طبعا هن حاطين مثل تشيك، يعني واحد يحط له بس تشيك على الشيء اللي بده إياه، هو إن كان طلب أو شكوى أو اقتراح. بعدين في شو الوضع القانوني للشخص اللي عم يقدم الطلب أو الشكوى أو الاقتراح، إن كانت حماية مؤقتة يأشر على الحماية المؤقتة، إذا كان إذن إقامة أو إذن عمل يأشر على إذن العمل، أو إذا كان حماية دولية، أو إذا كان بدون قيود ما عنده كملك ما عنده أي شيء يأشر على بدون قيد. بعدين فيما بعد اللي عنده كملك أو عنده إقامة سياحية لازم يحط السجل يدخلها، اللي ما عنده كملك طبعا هذا الخانة ما هي ضرورية باعتبار ما عنده قيد. بعدين الاسم والكنية، بعدين ممكن نحط الجنسية إذا كان سوري أو عراقي أو جنسيات أخرى، هي مخصصة للأجانب بشكل عام لكن بشكل خاص السوريين والعراقيين باعتبار هن الكتلة الأكبر من اللاجئين الموجودين في تركيا. نعم. بعدين مطلوب الوضع الاجتماعي، كان أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل أو أرملة مطلقة متزوجة طبعا حسب ذكر أو أنثى. إذا كان أيضا مطلوب عدد أفراد أسرة، مطلوب طبعا العنوان بأي ولاية، المنطقة اللي شو بسموها هن، ومكتوب الحي أيضا المحلة والعنوان بشكل مفصل. بعدين مطلوب رقم هاتف واحد ورقم هاتف اثنين في حال عدم الوصول لرقم الهاتف الأول ممكن يوصل لرقم الهاتف الثاني والبريد الإلكتروني. فيما بعد مطلوب وضع تعليمي إذا كان بيعرف القراءة والكتابة أو لا، إذا كان عنده شهادة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أو جامعية أو دراسات عليا أو دكتوراه بيأشر على الشيء الشهادة اللي بيحملها هو. هون محددين فيما بعد نوع الطلب أو الشكوى، هو طلب الحصول على كمنك الخيار الأول حاطينه، الحصول على مساعدات، حيطين خيار ثالث مشاكل في إذن الإقامة. الخيار الرابع حاطين عد طواعية إني لبلدي وأرغب بالحصول على بطاقة حماية مؤقتة مرة أخرى. نعم.
يعني أستاذ هون الخيارات اللي عليها نجمة حمراء هي اللي بتكون مطلوبة، وهي هون الكتابة ممكن تكون يعني في بعض الأمور مثل الموضوع على سبيل المثال، هل يشرط ينكتب باللغة التركية أو بما أنه في مجال ينكتب باللغة العربية بيبقى باللغة العربية؟ نحطين رابطين عربي تركي أو إنجليزي تركي، فاللغات ثلاثة متوفرة، يعني ممكن يكتبها بالعربي أو ممكن يكتبها بالتركي أو ممكن يكتبها بالإنجليزي. نعم، طيب بالنسبة للي أرسل طلب كيف بيعرف نتيجة هذا الطلب لوين صار؟ هل بينتظر التواصل معه أو ممكن يكون في رد بطريقة ما؟ هل ظهر أي شيء حول هذا الشيء؟ أنا كاتب في أقرب وقت ممكن، وفي حال الرد مباشرة يا بيجي مثل ما حكينا SMS على رقمين الهاتف اللي حاطه هو، أو بيجي إيميل على البريد الإلكتروني اللي بيحطه، فلذلك ضروري أنه واحد يكتب الأرقام الهاتف بشكل صحيح والإيميل، بحيث انه اذا اجى رد يعرف انه اجى رد، اذا خربط باي رقم او باي حرف من البريد الالكتروني ما راح يوصل الرد. نعم، بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد الله، ممنونك جدا كل التفاصيل اللي قدمتها. ما بعرف اذا في نصيحه ممكن توجهها لكل السوريين الموجودين بغازي عنتاب حسرا. يعني الانسان هون نحن دوله قانون، ربما يتاخر بعض المعاملات نتيجه الضغط والكثافه، انا برايي ما يتم اللجوء للسماسرة، يتم اللجوء الى الطرق القانونيه وان طالت، بحيث انه واحد يحصل على خدمته بشكل قانوني ودون مخالفة الأنظمة والقوانين، وبحيث ما يتعرض للابتزاز ويتعرض للنصب والاحتيال. كل الشكر لحضرتك استاذ عبد الله سليمان أغلو لوجودك اليوم معنا ضمن البرنامج الصباحي، تحياتي. تحياتي لكم. بدي أتشكر كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا معنا ضمن البث المباشر وأيضا استمعوا لنا عبر هواء راديو روزانا. الإجراءات والتوضيحات موجودة، أيضا الرابط زودتكم في ضمن التعليقات، فيكم تدخلوا عليه وبتشوفوا، وتكون إذا في عندكم أي أسئلة عنه أيضا رح بتكون في مادة مكتوبة فيكم تتابعوها على موقع روزانا.fm. بدي أتشكر الكل جزيل الشكر، أكيد بطلب منكم تكتبوا لي أي أسئلة بتحبوا نطرحها ضمن بدنا خدمة تحرز بالمواضيع الخدمية الخاصة بتركيا أو بالخارج. كمان بدي أدعيكم نكملوا معنا برنامجنا الصباحي على هوا راديو روزانا باستماعكم عبر تطبيق روزانا أو تطبيق التون إن أو روزانا.fm موقعنا الإلكتروني. إذا حبيتوا تسمعونا بالراديو فبإمكانكم إذا كنتوا بعنتاب جنوب تركيا تسمعونا على تردد الفم 98.5، وبالشمال السوري بتقدروا تسمعونا بعزاز بسانجو مخيمات السلام على تردد الفم 102.9. محبتي لكم، إلى اللقاء. بدنا خدمة تحرز تحرز بدنا خدمة تحرز ولو بدنا خدمة